ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ انا محمود كبير وده فيديو جديد وده الجزء الثاني من فيديو الترشيحات بتاع نهايه سنه 2024. احنا وقفنا عند فئه 10000 جنيه في الجزء الاول، فخلينا بقى نكمل معاكم الجزء الثاني هنا. بس في الاول كده انزل اعمل لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناه، وتابعنا على حساب على الانستجرام. وبس كده خلينا ندخل معاكم الفيديو على طول. واول موبايل معانا هنا من فوق ال 10000 جنيه كده هو السامسونج A25. الموبايل ده بيقدم مواصفات تعتبر كويسه على الفئه اللي هو موجود فيها، لان المعالج اللي موجود فيه معالج كويس هو الاكسينوس 1280. كمان البطاريه بتاعته 5000 ملي امبير وبتدعم شحن يعتبر كويس، بس مش في الفئه دي، هو 25 واط. وخلي بالك زي ما قلت لك الشواحن في شركه سامسونج او الراس بتاع الشاحن ما عادتش تبقى موجوده. وكمان الشاشه بتاع الجهاز ده شاشه ممتازه جدا من نوع اموليد بريفريش 120 هرتز، وكمان صوته كويس جدا. والكاميرات هنا تعتبر كويسه برضو، لان الكاميرا الاماميه هنا بدقه 13 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفيه بدقه 50 ميجا بكسل. ولو مش عاجبك بقى شكل النوتش اللي موجود في سامسونج A25 وعاوز تاخد الثقب اللي موجود في الكاميرات، او عاوز تاخد شكل موبايل كويس، كمان تاخد ابجريد طفيف جدا وفرق سعر يعتبر بسيط جدا، اللي هو هتلاقيه من 500 ل 600 جنيه. انا اكلمك عن السامسونج A35. الموبايل ده جاي بنفس المواصفات تقريبا، مع اختلاف ان المعالج هنا بقى الاكسينوس 1380، وطبعا شكل الثقب اتغير لانه جاي بنفس الشاشه الاموليد 120 هرتز، وجاي بنفس الكاميرات تقريبا، الكاميرا الاساسيه بدقه 50 ميجا بكسل والكاميرا الاماميه بدقه 13، وجاي بنفس البطاريه 5000 ملي امبير اللي مش معاها شاحن، والجهاز ده بيدعم سرعه شحن 25 واط. اما بالنسبه بقى لو هنطلع فوق شويه كده من فوق ال 13000 جنيه لحد 15000 جنيه، فاحنا عندنا موبايل ممتاز في الفئه السعريه دي هو السامسونج A55. الموبايل ده بقى باختصار يعتبر الابجريد بتاعهم كلهم، لان المعالج هنا بقى من اكسينوس 1480، والكاميرا الاماميه هنا بقت 32 ميجا بكسل. وزي ما بقول لك كده من غير ما نضيع وقت، هو جاي بنفس البطاريه 5000 ملي امبير مع دعم نفس سرعه الشحن 25 واط اللي ما بيجيش معاه شاحن، ونفس المواصفات زي ما بقول لك كده. فهو يعتبر ابجريد خفيف كده على فرق السعر اللي انت هتدفعه من الموبايلين دول، بس هو موبايل يعتبر ممتاز برضه. اما بالنسبه بقى لاخر موبايل موجود معانا في الفئه دي، هو بيبدا من فوق ال 15000 جنيه لحد تقريبا انا شفت محلات بتبيعه ب 19000 جنيه، هو الريلمي 12 برو بلس. الموبايل ده بقى جايب مواصفات تعتبر كويسه جدا، جايب الشاشه من نوع اموليد بريفريش 120 هرتز، وكمان جايب معالج قوي جدا لسناب دراجون 7 اس جين 2، وجايب كاميرات ممتازه، كاميرا 50 ميجا بكسل، وكاميرا 64 ميجا بكسل، وكاميرا 8 ميجا بكسل، ودول الكاميرات الخلفيه، وكاميرا اماميه بدقه 32 ميجا بكسل، وجايب بطاريه 5000 ملي امبير وشكل ممتاز جدا، والبطاريه هنا بتدعم شحن سريع 67 واط، وكمان الشاحن بتاعها موجود في العلبه. الموبايل ده هو يعتبر التوب بتاعهم، وبيقدم اداء ممتاز جدا، وفعلا الناس اللي جربته بتشكر فيه. فده كان فيديو الترشيحات الجزء الثاني. ممكن تكون الاسعار ملخبطه شويه على حسب تصوير الفيديو او على حسب المحلات او على حسب الاماكن، بس برضو انا بعمل مونتاج للفيديو ده هحاول اكتب الاسعار الحقيقيه اللي لقيتها في وقت عمل مونتاج للفيديو ده. اعمل بقى لايك للفيديو ده، سبسكرايب للقناه، ولو عندك اي كومنت تحت اكتبه لي وهرد عليك. وبس كده، كان معاكم محمود نبيل، اشوفكم فيديوهات تانيه كتير. Peace.